مباراة القديمة لفريق الشبابات القبائل أمام فريق اتحاد بسكرة في الجولة 22 من الدوري الجزائري لكي تشاهد المباراة مع فضل الضغط في سر ضيق واشتراك ملعب المصطفى للمباراة ملعب ستار 18 فبراير ببسكرة في تم الساعة 10 ليلا بتوقيت الجزائر وتونس والساعة 12 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات وسوف تنقل المباراة عبر الموقع الرسمي لفريق الشبابات القبائل والسوف تلعب بهم خمسة أربعة ألفين وأربعة وعشرون الناس نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة والتفعيل الخاص حتى تصل عليك كل لي كتوصل دائما و وتفاصيل المباريات القوية و ونراكم لكم موعد في موعد قادم